ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة قبل تحريك المتابعة، فعمل في هذا السياق المشرع المغربي على تدعيم مبدأ ضمانات المحاكمة العادلة قبل تحريك الدعوى العمومية من خلال نصي صراحة على مجموعة من الإجراءات والضمانات المتمثلة فيما يلي: ضرورة استعانة ضابط السلطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط السلطة القضائية، أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصماً أو أبكماً، وإمضاء المترجم على المحضر، المادة 21 من قانون المسرح الجنائية، وقد تم التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة في المادة 47 من قانون المسرح الجنائية، بالإضافة إلى ترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم. ثانياً، الحفاظ على مبدأ الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي في معاملة المرأة والنص في هذا الخصوص على احترام حرمة النساء وعدم تفتيش المرأة إلا بواسطة جنسها، المادتان 60 و81 من قانون المسرح الجنائية. هناك كذلك تقوية مراقبة القضاء لأعمال السلطة القضائية، حيث أصبح متعيناً على وكيل الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على الأقل للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، كما أصبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم أداء ضباط السلطة القضائية وتنقيطهم، وهو ما سيمكن رؤسائهم الإداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهلاتهم وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية طبق المقتضيات المادة 45 من قانون المسرح الجنائية، مع المحافظة على صلاحية الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف كسلطة تأديبية لضباط الشرطة القضائية طبق المقتضيات المادة 231 من قانون المسرح الجنائية. كذلك تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط السلطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبة في إنجازه توخيا للدقة والضبط وسلامة الإجراءات طبق المقتضيات الفصل أو المادة 24 من قانون المسرح الجنائية. هناك ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة المنسوبة إليه مع عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه تطبيقا لمقتضيات المادة 293 من قانون المسرح الجنائية، وتكريسا لمن نصت عليه المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فيها أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. هناك كذلك حق المتهم في الاتصال بمحامي خلال فترة وضع تحت الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة، وكذا حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية طبقا لمقتضيات المادتان 66 و67 من قانون المسرح الجنائية. ضرورة إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب حق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخول له القانون، المادة 284 من قانون المسرح الجنائية. وأخيرا، هناك توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول الأجنبية وإدراج مسطرة تسليم المجرمين ضمن قانون المسرح الجنائية بشكل ملائي لمقتضيات القانون الدولي في المواد 40-49 713-718 من قانون المسرح الجنائية. فيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة قبل مرحلة المحاكمة، فالمشرع المغربي عمل على تدعيم مبدأ ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة قبل مرحلة المحاكمة من خلال نصي صراحة على مجموعة من المبادئ، منها تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ويدلي النيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية، أو يلتمس تقديم كفالة مقابل إطلاق صلاحية طبق المادة 73 و74 من قانون المسرح الجنائية. تقوية دور المحامي كذلك أثناء الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي يقوم به القاضي التحقيق للمتهم، حيث يشعر القاضي المتهم فورا بمجرد المثول أمامه بحقه في اختيار محامي، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلب محاميا ليؤازر في إطار المساعدة القضائية طبق المقتضيات المادة 134 من قانون المسرح الجنائية. هناك وجوب إشعار المتهم من طرف قاضي التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه وبكونه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح طبق المقتضيات المادة 134 من قانون المسرح الجنائي في فقرتها الرابعة، إلزام
قاضي التحقيق بالاستجابة إلى طلب المتهم بإخضاعه لفحص طبي، المادة 134 فقرة الخامسة، حق المتهم بمجرد موته لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه، المادة 136 من قانون الصلاة الجنائية. ثم هناك تحديد آجال إنجاز الإجراءات القضائية وللبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية، ولا سيما في القضايا المعتقلين طبقا للمواد 180 196 215 234 381 528 و 540 من قانون المسطرة الجنائية. هناك كذلك تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء بنص على زيارة المؤسسة السجنية من قبل السادة قضاة النيابة العامة والسادة قضاة التحقيق والسيد رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة استئناف، وذلك بكيفية دورية ومنتظمة طبقا للمادتان 249 و616 من قانون الصلاة الجنائية. ثم أخيرا هناك وجوب إشعال مشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخل أجل 15 يوم من اتخاذه، ليمكنه من سلوك الإجراءات التي يخول له القانون للحفاظ على حقوقه. المحور الأخير المتعلق بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة أثناء فترة المحاكمة، فتعتبر فترة المحاكمة هي المرحلة النهائية في حياة الاتهام بالنسبة للمتهم، من خلالها يتقرر مصيره إما بالإدانة أو البراءة. وقد قررت أغلب الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان على حق المتهم في محاكمة عادلة سريعة ونزيهة، نذكر منها بالخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في الفصل 14 منه على تكريس الضمانات الآتية لكل فرد متهم بتهمة جنائية الحق فيما يلي: أولا، إبلاغه فورا بطبيعة وسبب التهمة، تمكينه من الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، أن تجرى محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول، أن تجرى محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعد قانوني يختاره، أن يستجوب بنفسه أو بواسطة شهود الخصم، وأن يضمن حضور شهوده، أن يوفر له مترجم تمكينه من إعادة النظر والمراجعة. ويلاحظ هذه في إطار الفصل 14 كما ذكرت من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. التشريع الجنائي المغربي المصري قد تبنى كل هذه الضمانات وجعلها من الأولويات باعتبارها مكسبا هاما للحريات الفردية في بلادنا. فالمحاكمة الجنائية العادلة المنصفة تعتبر أكثر لزوما في الدعوة الجنائية، وذلك أيا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها. فعلى القاضي أن يتقيد باتباع مجموعة من الضمانات في الإجراءات التي يباشرها وتمثل إطارا عاما للمحاكمة. ومن الضمانات التي تعين على القاضي مراعاتها هي سرعة الفصل في الدعوى وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات وعدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد مرتين. بخصوص الحق في المساواة أمام القانون والمحكمة، فسبق الإشارة إلى أن الإجراء الذي ينص عليه القانون دون أن يكون محاطا بضمانة المحاكمة القانونية العادلة يكون اعتداء تحكميا على هذه الضمانات. وقد جاء في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحمايات القانون دون تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلام ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. ونصت المادة 10 من القانون الجنائي على أنه يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديم جنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. ومضمون المساواة أمام القضاء يشمل حق كل فرد في أن يعامل على قدم المساواة مع الغير أمام المحاكم، وكذلك وحدة جهات القضاء، أي خضوع جميع الأفراد المتواجدين في البلاد لجهة قضائية واحدة بغض النظر عن جنسهم أو لغتهم أو دينهم. ثانيا، الحق في النظر العلني للقضايا، فيعتبر مبدأ العلنية الجلسات من المبادئ الأساسية في سائر الأنظمة القانونية القضائية، وقد نصت مواد قانون المسطرة الجنائية على هذا المبدأ. فالحق في النظر العلني للقضايا ضمان
أساسي للعدالة واستقلالية التقاضي، وهو وسيلة لحماية الثقة العامة في نظام العدالة. والأصل أن تتم المحاكمة في جلسة علنية، ويسريها على هذا الحكم كافة الإجراءات المحاكمة إلى حين صدور حكم تحت طائلة البطلان المادة 303 من القانون الصادر الجنائي، ويتم ذلك تحت سماع الجمهور وبصره، مما يدعم ثقته بجهاز القضاء، كما يحقق فكرة الردع العام. لكنه إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطر على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرر بجعل الجلسة سرية طبق المقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية. ثالثا، الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة ونزيهة ومستقلة وفقا لأحكام القانون. فالمحاكمة المنصفة هو أن تشكل المحكمة التي تتولى البت في القضية تشكيلا قانونيا، وأن تكون مستقلة لضمان مبدأ الحياد. فالحق في محاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ونزيهة مؤسسة وفقا للقانون هو من أهم خصائص المحاكمة الجنائية العادلة. ومن بين الحقوق أنه لا يجوز متابعة أي شخص بسبب عمل قام به أو امتنع القيام به لم يكن ارتكابه مجرما جنائيا في وقت الارتكاب. وقد ورد في ذلك في المادة 11 من الفقرة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن المادة 14 فقرة 7 من المعهد الدولي المذكور نصت على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة والعقاب على جريمة سابقا أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد. وعلى هذا الأساس لا يحق أن تتم محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين، وإلا اعتبر هذا خرقا للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وكل ذلك يدخل في حظر تطبيق القوانين الجنائية بأتن رجعي وعدم جواز محاكمة المتهم مرتين على نفس الجريمة. وقد نصت المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية على أن من بين أسباب سقوط الدعوى العمومية صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. رابعا، فيما يتعلق بحق المتهم في محاكمة سريعة، يقصد بالمحاكمة السريعة المحاكمة التي تجرى في مدة معقولة، خلافا للمحاكمة المتسرعة التي تجرى بمخالفة لضمانات وحقوق الدفاع. وهذا النوع من المحاكمات يخالف حقوق الإنسان، فقد جاء في القرار الصادر عن محكمة النقد، وهو حديث تحت عدد 695 بتاريخ 24 ماي 2022، في الملف الجنحي عدد 817/5/1/2021 ما يلي: إن كان الفصل في الدعوى داخل أجل معقول يعد مظهرا من مظاهر تحقيق العدالة، فذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى حرمان أطراف الدعوى من ممارسة حق الدفاع. فحق المتهم في محاكمة سريعة يتسم بأنه ذات طبيعة موضوعية وليس مسألة قانونية بحتة، وأنه يلزم لإعماله التعرف على المدة الزمنية التي استغرقتها الإجراءات وأسباب التأخير ووقوع الضرر وكذلك نوع الضرر. خامسا، هناك حق المتهم في إبلاغه فورا بطبيعة وسبب التهمة، وهذا المقتضى نص عليه المشار في الفصل 319 من قانون المسطرة الجنائية. حق المتهم في حضور شهود طبقا لمقتضيات المادة 339 أنه إذا لم يحضر الشاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة بناء على منتمس النيابة العامة أو تلقائيا تأمر بإحضار الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية. هناك حق المتهم في الاستعانة بمحامي في سائر مراحل المسطرة. حق المتهم في أن يوفر له مترجم. حق المتهم أسري حتى أحترم الوقت ديال 20 دقيقة، يعني أكون أنا القدوة قبل باقي المتدخلين. هناك حق المتهم في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعنية المتاحة قانونا. وعاشرا، هناك ضمان حقوق ضحايا الجرائم، لأنه أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماما كبيرا بالضحايا الجرائم الذين تم تجاهلهم في وقت تنام فيه الاهتمام بالجنات. ولذلك فإن من أسباب الاطمئنان إلى العدالة الجنائية تمكين الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون اللجوء إلى حكم قضائي.
علما أن من أسباب استقرار الأمن واستتباب الطمأنينة بالمجتمع تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرين، وهو ما يؤدي إلى جبر الضرر والحد من النزاعات الانتقامية لدى الضحايا. في حالة عدم وقوع الصلح أو بالنسبة لباقي الجرائم، فإن قانون المسار الجنائية في المادة 348 وما يليها قد ضمن حق كل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام المحكمة. بالإضافة إنه مقتضيات المادة 353 أنه إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم طلب لنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ولم يكن له ممثل قانوني، فإن المحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على متمس النيابة العامة. إذن تلك إذن مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية، هي باختصار هي كتوطئة لهذه الندوة العلمية. إذن مجموعة من الضمانات القانونية والدستورية والقضائية التي يتمتع بها أطراف الخصومة الجنائية، ويبقى القضاء هو المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من المناسبات. وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 منصه: وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال. انتهى النطق الملكي السامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.